ونقول السلام عليكم ومرحبا الساعه في حلقه جديده. اخر حلقه سوينا البحث العلمي الازرق سان سبكتري، لكن مو بعد من الوضع. ابى اسوي الوضع كله اوتوماتيك، يعني ابى الحين البحث العلمي، بس خلونا نشيك البترول. البحث العلمي اللي هني كله يروح اوتوماتيك للمخازن كلها. الحين اخبركم شلون اسكر بلاستيك، ما يبي يسكر الله يستر. بستبدله الحين، شكلي بروح ببدا اصرفه بدل الفحم، بنتج فيه كهرباء تريونتو. بس خلى الفحم يفعني حق بعدين. شوف نسوي بحث علمي قطارة. اوكي انتر السيارة. اوكي ابو السيارة، انتو السيارة، سيارتي العزيزة. نزين، فالحين شو بسوي؟ انا بخبركم، نبا كيف نبال انه بعد؟ لا تسألوني هذا شو ناقص هنا. دائما سبحان الله في شيء ناقص. هذا يشيل كل شيء من قدام هذا المسكين. خلنا نبدله واحد سريع. الحين نبي نسوي البحث العلمي اللي هو كيف كنت حاطنا شباب. صح؟ لا غلط. اوكي ما ينفع، ها ما نبغى نعدله. ما عندي حديد. خلنا نشوف فيه حديد. لحظة خلنا نمشي. اوكي هذا وضعك. هاي ليش وقفوا الانتاج؟ خاطر يعرف، ما ادري يشلون مهني مفروض السامانة هي، بس هذا مبهدلنهم. في عندنا انتاج بس مش ملحقين. هذا ماخذ انتاج كله، وهاي اللي هني بعد مو مقصرين. بس غريبة لانه يمكن عندي ثلاثة زيادة، بس عندنا افران احنا هني وش كثرها خبروني. اوكي اذا السالفة سي، انا بقولكم شو بنسوي. خلنا نسوي خط انتاج جديد. خط انتاج فرش جدا. نستعمل كل شيء عندنا. تعالوا ما بطوبق اكثر، لان طوبق اصلا عندي فل، مش قاعد استعملهم انا اصلا طوبق. بنودي المختبر تريب، بنودي المختبر. بس الحين عندنا ازمة صغيرونة ثانية اللي هي هاي. نبا فحم. اوكي ونبا هذا يشل الانتاج، يودي وين؟ يودي الصوب الثاني. ما نعاد يرمسي بالعكس، ترى مش قضية، بس يفضل. نعم انه يفضل. ما ينفع. حتى هذا الخط احسه ما ينفع. بفحم هني. اوكي لا تمدفني لو سمحت. نبفحم هني. اوكي ونبا نبا 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 ان انا عندي سبلتر شغال. فشو بسوي؟ خبركم الحين.
بركب الحين شي يستوي. نجيب هذا هني. عادي عقب الاسيل ترى برد دايما كان مش قضية يعني. بس اهم شي نرمي الخط فنحن شو ارمي طوف ربعنا بحيث اني اروم ابدا انتاج هني. اوكي مية 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 مية، لان نحن انتاج الحديد عندنا مصيبة حاليا. نعم انه مصيبة عندي ود ويت زمان. الشنطة صغيرة صراحة، لازم يكبرون الشنطة. مش عيب اني وضع الشنطة بالطريقة هاي صغيرة، رغم انه نزل حبة بس ما يبغى له. بس كم استهلاك الفحم؟ نحن ما نحتاج الاستهلاك الخرافي مثل ما تقولون، فمش قضية بالنسبة لي. ليش؟ لان انا بزيد انتاج منه الحديد. وين ال تعال اوكي، انت شغلتك تشل منهم انتاج، شل انتاج، شل انتاج، شل انتاج، شل انتاج، شل انتاج، شل انتاج. انت اعطنا حديد 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 حديد، وقف. وانت شغلاتك تشل فحم. شغالين مية مية. شوفوا الحين استوى الانتاج، بشوف كيف الحديد ينقص. المشكلة بعد مش هني نوعا ما، من المشكلة جزء من المشكلة هني. ليش هذا جزء من المشكلة؟ لان هذا قاعد يشل تقريبا الحديد كله، ومش انه ما في حديد، في حديد. بس عندنا هذا ما مقصر في الحديد، ماخذ الحديد كامل. فلازم ازيد الكميه اللي تروح وترد. شكرا اعطاني سياره. بنشوف شو الترتيب. الصبر هاش يسوي سلفر بروسيسنج، يقدر اطلع منه منتجات. ايوه هو مسوي سامان زياده الحين. شوفوا هذا بعد من بتروليوم غاز. لا هذا من شو يسوي؟ من سلفر. حلو نقدر نطلع سامون بعد. بس فلايت عندي طيران، شكله بنبدأ نسوي درونز قريب. نحن تبون الصدق؟ بس انا ابا الغي هذا كله، ما رمش الا فل عندي فل 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 الفل. فل الفل يا جماعة الفل. ما اقدر اشيلهم كلهم لحظة، بصرفهم بعدين. بس نبغى نزيد. بس خلنا هاي الجماعة الطيبة اللي هني تعالوا يودو يودو امسكوا. انت شو تبى ستيل يود؟ عندنا موترز اكثر ما نحتاج. هذا الخط ممكن نزيد انتاجه على فكرة، انا احس ان انتاجه بطيء شوي بالنسبة لل نقدر نسويه يعني. فخلونا نزيد انتاجه. هنسوي لنا شوي نشوف ما بيسكر علينا هذا الدرب. بنيب من هني اخضر. اندرجراوند اندرجراوند، واحتمال كبير انه يسكر علينا شوي، بس عادي مو مشكلة. مش غلط شوية ماله. ابى ازيد انتاجيته انا، تبون صدق؟
وين لها حديد؟ تو كان عندي حديد ومره مش له. هو يوم واحد يبغى شيء ما يحصل، سبحان الله. بتفاهم معاه الخط بعدين. مفروض الحين اوكي، في طريقة ثانية، في طريقة ثانية. هاي الطريقة الثانية بتكون ناجحة أكيد. شوفوا، هاي بالغيب كبرى، خلي هذا ينتج جيرز أكيفه. لأن لحظة، هاي الطريقة بكبرها، هاي لحظة بس بلتر. زين، وبعد نبقى شو سبليتر ثاني. شوفوا عمليا اوكي. كم محطوط بالعكس؟ سبليتر بيوزع على اثنين بدون هذا اصلا، عادي اموره طيبة. هذا حتى لو هذا الغي الحين ما تفرق ترى، بس شوفوا كيف انترس وشوفوا كيف تحت انترس، لان عندي سبريتر. الانتاج عندي قوي، لكن شو المشكله؟ مو بالانتاج نفسه، مشكله انه ما عندي ليتني. المشكله انه كان ما يوصل، ما في، ما يكفي يعني الانتاج ما يكفي، ولا الايد هذه الانسيرتر السريعه هي ما تكفي انها تسوي كل شيء. الحين اوكي، كلهم بيستفيدوا من الموضوع. شوف شوف كيف المكان كان مستوي، انتاجه حلو. سبليتر حل الموضوع بشكل جميل الصراحة، اشكره على حسن تعاونه. بنسوي اربع، 1 2 3 4 4 4 4 اربع، وهذا بيتغير قبل انه بشربكها انا شوي ترى، بشربكها انا بشوي يبالي شغل، لان الحين الاحمر بيبع على البلت، بيجيب على البلت هذا، او بيجيب هذا على البلت الاحمر، بحوله فوق لانه مكانه حلو. نطلع من فوق ونلف من ورا ونسوي ريسيرش سنتر زمالنا هني. شو رايكم؟ خلنا مسدسات في طريقة، ما طريقة ما ولا ايش؟ ها شو كبرة في عنا موارد احنا عندنا، ما اشوف شو ترتيبهم عقب. في موارد وايد. لحظة اوكي اوكي حلو 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 حلو. هذا بيهني، لا غلط، مو بحلو، لا لو يهني بعد ما ينفع. خلنا على التخطيط الاولي، ابغى كله اطلع في سيد واحد، الوضع مو بيمشي، لازم طلع في الإنات مختلفة شوي. برفع عين دام انه ما اقدر اخذ لي درب من هني، ارفع عيني وني بخط، مش هذا خط، وهني بتبدأ المشاكل عندنا يوم بالنيب الاحمر. الساينس باك 1 و 2 يوم بالنيبهم، لا 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 حبيبي حبيبي يا حبيبي لا تجيب العيد. انا عندي مكاين ودنيا و لحظة، يا ود مكاين يا ود هايل، نبو بلاستيك نفره، بلاستيك فوق، شوفوا فوق عندنا بلاستيك،
بلاستيك بلاستيك. المشكلة هذا انترس خلاص. جيج 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 من الخاطر. صبر وينك يا سويت توا مليون انسرت انا مسوي والله متعايزة قاعد اسوي من ولدي. لحظة انتج انتو كيفكم مشكلتكم والله تلعوزونا بعد انتجوا اقول انتجوا انتجوا انا تلعوزونا. انا بننتج ساينس بوك 3 ساينس بوك 3 ساينس بوك 3 ساينس بوك 3 كلهم ساينس بوك 3. ايوه وين الطويل هذا هو طويل طويل طويل. ليش ما عندي انتاج ليش ما في انتاج؟ شو ناقص انك هني ناقص انك جيرس وين قاعد يخلص هذا؟ بدل هذا اعطيه سريع. احس انتاجه ما بيكفي حتى لو سويته يعني. الله يستر الله يستر. ترى انا شابه كل شيء في خط انتاج واحد منعوز الدنيا. ده ما عندنا كفاية من هايل ما منه فايدة كله سبيل. منوش فايدة بانا جيرس هايل شو ينتجون اصلا انجزن عنا انجز فول محن ما نبا صح ولا لا؟ الانجز بعده قاعد ينتج. واحد فيهم لازم يخف انتاج. خلينا نشوف لحظة. واحد ثلاث بتشوف شي ينقصني خلال البروسس وبرد ازيد احسن. وين صار هذا؟ انا عندي تراهيل في الشنطة ما عندي توي شليت هذا. كيف ما عندي؟ ما اعرف متأكد كان عندي. وين ليت؟ سوينا ليتات. انزين هذا هني بتبدأ شوية المعاناة. شوفوا نبقى اندر جراوند بلت هذا كله على اساس نسوي البحث هذا اوتوماتيك. لازم يشتري اوتوماتيك. اذا مش اوتوماتيك مو منه فايده شغلانه. بس هذا اوريدي سد خلاص الجيرز اللي بيه هنا. اوكي ميو ميو بس قام ينقص ترى. خلنا نشيل من هايل 300 مشكلته. خليه يتصرف انا ما بيوقف هذا حاليا. ما ابوه يوقف خير شر. كمل انتاج. ها ايش حياتك ايش حياتك انتج قد ما تقدر. خيبة كل هذا يحطون كم حبة يبون اساس انه ينتجون. اوكي يبون 10 بليت حق كل هذا. 10 بليت خرب بيته. زين خلنا نزيد ال انسرتنج بور على اساس يدخل دبل. ممكن نزيد ترى عدد ال مش مختصر الموضوع على ايد وحده. ممكن نزيد الحين الحديد بينقص. يوه شوفوا كم عندي انتاج الحديد. انا اشوفه بس ترى بعد ممكن احط افران زياده ترى على فكره
امد هني يصير اندر جراوند، اوصل هني امد هاي الجماعة اندر جراوند، الامور سمبتيكة، الامور تمشي. كنا قام ينقصني شوي، كنا بسيطة بسيطة جدا. دام اخذت هاي سرقته من هناك، ومش المفروض احطي بهاي الطريقة بصراحة، يعني اتكلم الحق يعني، لكن شوي صفى بعربي هي. لا تمتش اللي انت، زين هاي اللي يبون كهرباء. زين اوكي ممتاز، وهذه الكهرباء صارت، اهم شي ما يزعلون، اهم شي. شكرا، زيغني. قلت شو السالفة؟ سولر بنستعمل نحن سولر؟ والله ما اظن. بوب بوب فليم ثرور، يبالي اجربه هذا حق الغابات. خاذف اللهب، نعم خاذف اللهبي. شلو 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 ارقد على رئيسه. شو زدت الانتاج بعد؟ مو انا فايدة. شو في تهني فل اللاين؟ لان هني شغال بس بعده فيه دام انه يسوي ستاك، هذا شيء زين. انزين خلنا ما اطول الحلقة. هاي فاكتوري بطريقة هاي، واحد يبي يسوي شيء ينتهي فيه الامر يسوي شغلات ثانية، يبي يسوي شيء يروح يسوي شيء ثاني، دائما بالطريقة نفسها، دائما هاي فاكتوري، فاكتوري دائما بالطريقة هاي. شكله هذا ولا منه فايدة الانتاج هذا، يباله. كان عندي حديد مكان ثاني، انا وين صار سؤال؟ كان عندي حديد مكان ثاني ما اعرف. لحظة خلنا اشيل من هاي 50، ابى اجرب شي. ايه كيف ما يستوي؟ عجيب. يعني انا عندي حديد هني وحديد ما بكبر، ايرون اور، ايرون اور هذا انا محتله كامل، مسوي المصنع مالي على الايرون اور يعني. اخ يعني انا الحين جاي بالعيد الصراحة. انزين خلنا نكمل مهمتنا اللي المفروض كنا نسويها، المفروض كنا نسويها ترى ما سويناها اليوم. واشل هذا واشل هذا واشل هذا والغي هذا. شوفوا الحين الترتيب، شوفوا الترتيب. ويه اذا ما جبت العيد. قصدي شو اسمه، وين هذا هني وين حالي؟ لا غلط، مش اوكي، مش اوكي ابدا. اوكي بعد ما يستوي هذا يحطيه صوب الثاني. حلو
شو بسوي؟ لا ما يفيد. توقف وقف وقف، اباي وزع الصوبين. لحظة، هذا اوكي، هذا الخط. شوفوا هذا كله على اساس انه وزع صوبين، بس التوزيع المتساوي. ايوه الحين اوكي، الحين مية مية. ترى شو اللي بيصير هني؟ خلنا احط ليتات زين. هذا بعد نفس الحال. تعال انت، تعال انزين. وين اندر جراوند بيلت؟ هذا كله عشان نسوي توماتيك، ترى كله نسوي توماتيك. وقف الحلقة بعد هذا ان شاء الله. هذا هني، هذا مني، لا غلط، ما بعرف، ما اكل برد الحين. بتشوفون شو بسوي فيه. بعد احس لكم علي التخطيط، مش ذاك الزود، ترتيب تعبون. حق الحين ممتاز ترى. ليش حق الحين ممتاز؟ لان اصلا مش الا ريسيرش سنتر مهني، كلهم هم اللي فيهم. زين، ابى اللي اسوي اني اخلي الفيدرز هايل يتمون، ولا الانسيرترز يتمون، يعطون منو يتمون؟ يعطون مركز الابحاث. الابحاث اللي نباها توماتيك، ما بقعد اتعب انا الصراحه وياهم. خلاص اسوي بعد واحد، احس رقم حلو. ايرون جير وانا لا ياكل، هاي مش ملحقين مساكين. هيدا كله فينا واحد زيادة منه. عندنا سرترز، تعالوا ترى هذا مثلا سرتر حلو. نزيد الانتاجية شوي، ولا هذا خله هني. سوي يمين ويسار وفي الوسط الطويل اللي يشل من الثاني مني بالهم. كهربا زين، مني بالهم كهربا. حط الثالث، طبعا هني مو بنحتاج كلهم، مو بنحتاجهم كلهم. صبر اوكي، والنيبل سرتز يشلوه من هذا الى هذا بكل بساطة. شوف كل ما ترى، خلنا اسوي ريسيرش. هذا يسوي لنا ريسيرش جيت، احتاج جيت. انا ما سويت هذا كله اصلا، ما في اعداء. احس ان ادفانس ماتيريال بروسيسنج الكتريك فيرنس. خلنا نشوف الكتريك فيرنس هذا شو كان. يبقى ثلاثة حلو، يبقى حتى 250 من هذا مثلا. أنا عندي مثلا 200 من هذا، 200 200 200. أظن يسوي ريسيرش غلط. أنا أصلا المفروض، لأنه ما عندي الأزرق أصلا خير شر. لا هذا لازم أحطه قدام هني على أساس يمرره.
في 250 هذا موجود، 250 موجود زين. بسوي بعد كم من واحد مركز بحث شركته بلا شركة بالاخر ابيض وبنتو اربعة. كم واحد سويت انا؟ كم واحد؟ مركزين معي ولا؟ بنشوف السرعة الحين كيف. هني الحين اوتوماتيك خلاص يعني الوحش الاخير. هذا الوضع يعني منتهي. هذا يفرق وايد وانا بسرعة شو اسمها فكرة. سرعة البحث. وايد يفرق. الحين ما تحسون فرق ان نسوي بحث كبير لحظة مثلا. خلونا اخلص اللي عندي. مرابيكم. خلصون هاي. لا بعد واحد يبالي. لو اني ستة يكونون. اوكي. البحث ترى بيتم يستوي اسرع واسرع واسرع. هذا بيتم يحط كل شيء ثاني. نبغى نزيد السرعة ترى عادي. ما يبغى شيء حطوا اثنين بس. يزيدون السرعة عادي ممكن تستعملوا اثنين بس انا اشوف ما له داعي. بس من باب الشرح. حرام اثنين على هذا صرف كهرباء زايد على الفاضي. بصراحة. هم بتكون عندنا سرعة البحث صراحة سرعة تحلوه بتكون. ما بننتظر نفس الاول. هذا الاخير. هذا هو الاخير. هاي سرعة البحث تتم تزيد ويانا. شوفوا هاي طريقات البحث العلمي يكون اوتوماتيك. طريقة وايد حلوة على فكرة. وتزيد السرعة. انا ممكن ازيده بعد زيادة. او ممكن ازيد اربعة غير بطريقة ثانية. بزيد اربعة غير. زين وانتو كيفكم بعد هذا سووا اللي تبونه. شو السالفة الحين؟ نوزع اللي عندي عندهم خلاص. ولا اقول يا لسه حطي مثل البحث لانه ملعوزني. اوكي افتكيت من استك الزيادة. حلو هو استك الزايد يذبح الواحد الصراحة. والله بحاله. وين انت يا صديق البليت؟ خلاص تقريبا ما عندك داعي ترى. بس يلا ما عليه. نكسر نك سيركت. شوف وضع كله يا عمي. شله كله يا عمي. عمي برايهم يا عمي. انت جو اقول. اقول انت جو اقول. اثنين ثلاث اربع. انزين نبا سير. خلنا سرق. ما بسوي في سير. ايه يا الله شليت انسرت رسكرم بعد. انزين الحين نحطي هايل. شوف كل حق انتاجية كل حق انتاجية كل حق انتاجية. يعني الموضوع يبالي شوي ابريشيشن ولا ابريشيشن. ما حد يستعمل كبر يا جماعة. انتو ليش ما عندكم كهرب؟ شكرا شكرا. ما يبالي هذا كله الصراحة. منزين ويسار ميت كهربا. شوف والحين المفروض ان سرعة البحث العلمي تزداد وتزداد وتزداد. يعني بيكون سرعة طيبة يعني. شوف الحين صار عندنا مركز بحث علمي طيب بحث سريع وشيء مرتب. يعني هاي شيء مرتب مرتب
الحين هذا بيوفر علينا، انا خلاص ما له داعي اشل واحطي وودي واجيب وهات وبدل واحول، سواء ان البحث علمي اوتوماتيك، بس يبغى لي اسيد انتاج شوي شغلات لان الوضع ما يطمن بخير هني صراحة. ان شاء الله نشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله، و بنكمل السلسلة وياكم، بنسوي شغلات ثانية تطير، شكل شغلات تطير. يلا حياكم الله.